حضر نجم كرة القدم البرازيلي نيمار وإلى جانبه مجموعة كبيرة من مشاهير كرة القدم البرازيليين المزاد الخيري الذي نظمته مؤسسة نيمار الخيرية في فندق ساو باولو. المزاد الذي سوف تذهب عائداته إلى الأطفال المحرومين تضمن مزايدة على نحو 30 قطعة بما في ذلك قمصان كرة القدم التي وقعها نيمار ليونيل ميسي ولويس سواريز بالإضافة إلى أحذية رياضية موقعة من نجم كرة السلة الأمريكية السابق مايكل جوردن. هناك أشياء كثيرة اليوم وسوف يكون المزاد مختلفا أو سنحاول ذلك على الأقل. أريد أن أرى العديد من المشاركين في المزاد، فهناك أطفال كثيرون في انتظارنا. دائما في أخبار النجوم العرب، كشفت صحيفة لا فوت دي غاليسيا أن الدولي التونسي يوسف المساكني من اللاعبين المرشحين للانضمام إلى نادي سيلتا فيغو. الصحيفة قالت أن لاعب لاخويا يمتلك الإمكانات التي تؤهله ليكون أحد اللاعبين في سيلتا فيغو سواء في خط الهجوم أو على الجهة اليسرى من الملعب. وقالت الصحيفة أن اسم المساكني يطرح جديا أو من أجل التعاقد معه لتدعيم الفريق في الموسم المقبل. وأن الهلال السعودي صفقة المهاجم الدولي السوري عمر خريبين بعدما أعلن عن ضمه رسميا لمدة 4 مواسم. وأوضح الهلال عبر حسابه على تويتر أنه ضم خريبين بشكل نهائي من نادي الظفر الإماراتي بعد أن لعب معه منذ يناير كانون الثاني الماضي على سبيل الإعارة، حيث ساهم في تتويج الزعيم بثنائية الدوري وكأس الملك.